صباح النور يا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي تدوزوا معايا اخر نهار في العطله الولادي اللي هي هذا الصباح. هذا نوض درت واحد الحريشه مشغال يدي، غنحط لكم الرابط اسفل الفيديو. مسمنات تا هما، ها هما دو تا هما، غادي نحط لكم ديال الوصفه اخر في صندوق الوصف، كيجيو رائعين. كنتمنى انهم يعجبوكم. بالنسبه للحرشه ها هي، شفتوها كيفاش جات الشهوه منها. مسمنات غادي نطيبهم ويلا يدي بوحدي، وراني عاد كنحط شويه بشويه وغادي نفطروا. دابا ان شاء الله راني انا خرجت اول خرجه، دزت الحانوت واحد، هذا غير حانوت واحد. بالنسبه لهذا الحانوت واحد علاش انا دخلت له بوحدو؟ باش نهرس الروتين، باش نوريكم، حيت انا بغيت نمشي كنقلب فيه على واحد الريدويات ولا لاميل اللي بغيت نديرهم في الكوزينه. حمقوني ولكن ما لقيتهمش، كنت شريتهم من كوانتوم. الا كتسمعوا كوانتوم الناس هولندا، ديت 90 جبت عبرتهم، عاوتاني مشيت تما غلطت، قلت خديتهم ورجعتهم. فاش رجعتهم وقلت ندير لكم فيديو في هذا الحانوت. هذا الحانوت هذا تقريبا كلشي كيديرو، يعني شان نقول لكم كلشي تيبيعو، يعني داير بحال اللي تقولي راكي داخله لشي بلجيكا. كيبيع لي غوب سواري، البيجامات، الحوايج، الصبابط، السكن. انا اختصرت هي اللي عجبني انا في صورته ومختصره، يعني ماشي بزاف، حيت انا دغيا فيلميت بالزربه لانني بغيت ندير لكم مقاطع من لهنايا تنوسوا به. بالنسبه لحيت انا غاد النهار هذا الحقيقه دايره غادي نمشي ندي وليداتي لابيسيد، باغوا شي يفرحوا شي شويه ويغيروا. هادو كاين واحد السري ولاد زوينين ديال لي سواري، هادو سويكات حتى هما عجبوني مأدبين، وهادو سويكات ليد الحضره. هادو خلاص معروفين، راهم دائما كتشوفوهم. هادو اللي عجبوني كاع بزاف. وبالنسبه لي غوب سواري انا ما غاديش نلبس داك لي غوب سواري، وحتى هادو كاينين هكا، حتى هادو دايرين بحال اللي في بلجيكا، معروفين يعني قدام. هانتوما شفتو الشينان عاوتاني اللي بغات ديرو في كتافها، هذه مجموعه ديال السماطيط السراول. والحوايج كاملين مشكلين منوعين، وانا اختصرت بزاف ما بينتش. ولي بونطويات ديال لي فورور وديك اي حاجه بغيتوها. المهم داكشي كان زوين. انا كان وليداتي كيتسناوني برا، وكان راجلي حتى هو كيتسناوني، وما بغيتش نتعطل عليهم. قلت علاش لا ندير بواحد الضريبه دغيا بالزربه. هادو حويجات ديال الخروج. هنا لي ماتيريال كلهم ديال داكشي ديال الالكترونيك ديال البيسيات وداك التخربيق، راه معروفين شنو كيتباع. هنا دائما مازال ما درت لكم شي فيديو اللي نوقف ونقول لكم الاثمنات. هادو عاوتاني صباط خلاص الحضره مخلطين سبور كلشي. هنا عاوتاني كذلك صبيبطات، سبرديلات سبورتيف، كلاسيكيين اللي تلبسوا مع الجيل اللي مع الكتمه اللي مع كسيوات. المهم زيونين الناس العشاق اللي كيلبسوا هذا الشيء، انا ما عنديش معاه. هنايا هادو هما الريدويات اللي كنت بغيت ناخذ، جيت شفتهم رديت لهم اللي انا خديت، خديتهم جيت لقيتهم حتى هما بحالهم بحال اللي خديت في كوانتوم. ولكن انا ما بغيتش ندي السلعه ديال هذا الحانوت، تاع السلعه ديال الحانوت ما كتعجبنيش بزاف، يعني قضيتي بحال الشينوا. هما اصلا حانوتهم الشينوا. بالنسبه اللي كيعجبني كناخذ الكاليتي ديال كوانتوم، كوانتوم رائعه. ولكن هاد الحانوت هادو عندك ما تشوفي وعندك ما ديكوري وعندك ما ديري، زعما زوين في المستوى. انا كيعجبني كندخل له كنلقى فيه كلشي. وهادو الريدويات القطبان الحديد وديال الخشب والمزوقين، انا ديتكم لهاد البلاصه هادي باش تشوفوا كلشي اللي فيها. بالنسبه هنايا الريدويات اللي كيتعلقوا واجدين مخيط على جميع الموديلات وعلى جميع الفصاله فيهم. هادو كلشي ديال الحمام اللي كيتحط في الحمام، في طبيات الارض، الزرابي، ديك الشباكي اللي كتحطي فيهم الصابون، اللي كطوي فيهم الفيطات، اللي كيديروا في ديك البيفيات اللي كيكونوا محلولين الكاستات، يعني هادشي كله ديال الحمام. يعني منظم واحد الحانوت منظم، ما تتلفيش فيه، كتمشي مقصده لشي بلاصه. كلشي هانتوما حتى من الفيطات ديال الشعر دايرينه لكم في بلاصه واحده. كلشي هادشي ديال لي طواليط حاشاكم ديال الوليدات الصغار، الفيطات، كلشي. كاينين حتى ديال الطواليطات هادو الكبار اللي كيزينوا الحمام ومزيونين، كدير الوحده 25 اورو. هادو كلهم داكشي اللي كيتخدم في الحمام حتى هو.
كنت مزروبه ما كنعقلش، ولكن دابا كنحقق شنو هذا الشيء اللي كاين، هادو الشيء باش نديرو ولا كنغسلو يدينا، فين كتحطي الشيتات السنان، فين كتحطي كل، المهم داك الشيء مزيون بزاف بزاف. كنت حقيقة كنقلب على واحد المكانه في هذا الحانوت، ولكن لقيتها، ولكن جاتني شي شويه ما كتصلحش يتصلح الكوزينه، ولكن انا بغيت هذه شريتها، ولكن حتى هي رديتها لهم، بغيت نديرها فوق لبابو، وهي خا هي الحمام، ندير فيها القرعه ديال الصابون، داك القرعه الصابون والبونجه باش كنغسلو الماء، وتبقى ما بايناش بزاف شي حاجه بحال اللي محطوطه مرونه. هادوك خلاص ديال الدوش، هادو المرايات اللي كيتعلقوا في الكولوارات، وديك اللي كيتطبيلات اللي كيتحطوا عليهم الديكورات، و وطبيلات، المهم ديال اللي كيبغيو يصوبوا كل شيء. سمحوا لي هاد الكحه ما بغاتش بعد عليا، هادي خاصه بجهه غير الكوزينه، بالجبابن زلاهي في الكيسان. ممكن كتقولوا ديك المره هكا كتخرجي من الكوزينه شي شويه حسين هادية. الروتين زوين يعني خفيف، فيه 10 دقائق ما مطولش باش تختصر. هادو الزديفات حتى هما عجبوني شكل واحد، عاد باغيه نمشي نرجع ان شاء الله عندهم على خاطري، وتنظن غادي نرجع باش ناخذ الزليفات ديال الحريره اللي ناقصني، بغيت ندي من عندهم سيرفيس يعني. والحاجه الوحيده اللي تفاجات فيها انني لقيت عندهم حتى الزرابي، والزرابي واعرين، والطابلو يد الكوزينه، والطابلو يد ديال الحيوط، الكولوارات، داك الصنادق، داكشي ديال الجرادي، ديال الكومبينغ، اي حاجه زعما اللي تزلتي عليها يديك، اللي قلبتي عليها، كتعرفوا بان الشينوا راه مواصلين وما نقدوش عليهم. هادو شبيكه ديال الماعن خديتها، ان شاء الله فاش نقدم لكم الكوزينه ديالي غادي نوريها لكم. شبيكه الماعن صغيره مزيونه حلوه. هنايا هذا الشيء خاص بديك الشيء ديال الفراشط والمعالق والماس، كي قلت لكم هادو ما الشبيكات خديتهم مزيونين، تيديروا 5 اورو ديالها لتحتاني. الزرابي، الزرابي عجبوني بزاف، وغادي نتشاور معكم البنات ونقول لكم بانني بغيت ناخذ وحده منهم. ها انتم هذا الموديل الاول، هاد الجهه كلها ما غناخذش منها، هي وريتكم الموديل. واش نقول لكم، ما نعاود لكمش، واحد الفتان كان يعني قابطه انا تليفوني في يدي وكنجل لكم ومستريسي انني غادي نخرج برا باش نتسناهم، حيت ولادي فاش قرروا يمشيوا للبيسين صافي. انا دخلت غير باش نرد هذوك لاميل اللي بغيت ندير في الكوزينه، كنت جبت قبل منهم ديال كوانتوم، وهي انا خرجت خرجه انا واختي وشريتهم، وما كانش راجلي معايا، وقلت له حطني نردهم، ومني نرديتهم سجلت لكم. حمقاتني بزاف هذيك الزربيه الاخرى التاليه، تجي مولاتي في الصالون كتحمق. اللي انا بغيت ناخذ هي الحقيقه ما عرفت واش نكون سجلتها ولا ما سجلتهاش، مره اخرى ان شاء الله. هنايا صافي خرج من الحانوت وجيت لابيسين، هذا عبد الصمد كيعوم فرحان، غادي يطير بالفرحه، مازال ما كيخاف، مازال تيعرفش يعوم. يعني اختصرت لكم، ماشي زعما غادي نبين الناس ولا الوليدات الناس، راني حاولت نصغر الفيديو باش، لان عبد انس ولدي هو اللي سجل هذا المقطع ديال هذا الفيديو، سجلو واسع طويل كيبانو فيه اللي حداه في الجنب كيعوموا الدراري وديكشي، ولكن احترمت الشخصيات كل واحد باش ما نبينلوش ولادو، خليت عبد الصمد بوحدو. صافي، وهنا هي غادي يكون هو وخوتو تيلعبوا في واحد خلايبان، يعني واحد زلاقه حتى هي د الماء حتى هي مزيان. شو دابا باغي يدوز على هذا الخيط، الخط هذا ديال الحبل باش يقطع الجهه الاخرى، ما كيعرفش. هنا هو وخوتو راهم أناس وخوه سي محمد وهو عبد الصمد كيزلقوا. يعني اختصرت، هذا دائما كندي فيه ولادي. بالنسبة فاش رجعت ما كنت عارفة ندير والو، خليت الكفتة خارجة تشرملتها بالخلاص العطرية، كمون، فلفل أحمر، الإبزار، الملح، التومة، المعدنوش، وصلت البصلة وخلطتها. هنا خليتها كتشرمل، هنا حمرت الكومير دغيا بالزربه يعني، وهنايا درت الفريتوز، راني كنقلي فيها الفريت. يعني باختصار هنا حربلت الكفته اللي غادي نقلي، درت واحد التقليه بالوقفيه ديال الفلفله تكتوكه باش نغمسو، ضروري حنا خصنا شي حاجه ديال التغميسه باش نعرفوا راسنا اننا كلينا. صافي، هذه هي العشيوه اللي دوزنا. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلبكم، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم.